تتوقع مؤسسة IDC للأبحاث أن يصل عدد الهواتف الذكية المباعة إلى 1.3 مليار جهاز بنهاية العام 2014، بزيادة قدرها 26% عن العام 2013، حيث ستشكل هواتف الأندرويد أكثر من 80% من هذه الهواتف، فيما شحنت أبل 178 مليون جهاز بأكثر من 116 مليار دولار في عام 2014 بحصة سوقية تبلغ 14%. وقد بلغ متوسط سعر بيع الهاتف الذكي العام الماضي نحو 241 دولارا في جميع أنحاء العالم و135 دولارا في الأسواق الناشئة مثل الهند. وتشير التوقعات إلى أن 9 من بين كل 10 هواتف ستكون من الهواتف الذكية بحلول عام 2018. ولم تعد الهواتف الضخمة مجرد نكتة، فقد شهد سوق الهواتف الذكية في 2014 اتجاها نحو الهواتف الأنحف والأخف والأكبر، ليصبح النمط السائد اليوم هو ما يسمى بالفابلت، والتي شكلت 10% من المبيعات الكلية من الهواتف الذكية في الربع الثالث من 2014، مقارنة ب 2% فقط في نفس الفترة من العام 2013. وتصدر الآيفون 6 بلس هذه الفئة من المبيعات بنسبة 41% من مجموع مبيعات الهواتف الذكية ذات حجم 5.5 بوصة فأكثر في الولايات المتحدة. في المقابل شهدت الأجهزة اللوحية أو التابلت نموا بسيطا في 2014 ب7% فقط، مقارنة ب 52% في عام 2013 بسبب استبدالها بالفابلت، إضافة إلى أنها تتمتع بعمر تشغيلي أطول، فقد يبقي المستخدم على جهازه اللوحي لمدة أطول بكثير من هاتفه الذكي الذي يقوم بتغييره كل سنتين. كما شهد العام الماضي تطورا في تقنيات الشاشة، وفي الوقت نفسه تطورت كاميرات الهواتف الذكية بشكل كبير، حتى يتوقع المختصون أن تشهد هواتف العام الجديد كاميرات ثلاثية الأبعاد مع تقنية تغيير وضوح الصور بعد التقاطها.